شفنا قبل شوي 5 أجيال للكمبيوتر كتاريخ الكمبيوتر. الآن يصنف لي الكمبيوتر على 4 تصنيفات للكمبيوتر على حسب الكلاسيفايد الكمبيوتر على حسب إيش؟ على حسب السايز والبرفورمانس. على حسب السايز والبرفورمانس اللي هو إيش؟ اللي هو السايز اللي هو الحجم، performance اللي هو الأداء. فأنا على حسب أداء جهاز الكمبيوتر وحجمه أقدر أصنفهم إلى 4 تصنيفات. الأول هو الأكبر والأكفأ أداء وطبعا الأغلى. فأول واحد الكمبيوتر اللي هو سوبر كمبيوتر. سوبر كمبيوتر يعتبر الـ highest operational rate، يعني أسرع عمليات حسابية كمبيوتر، but very expensive، لكنه أغلى نوع. يستخدم في الساينتفك وفي الانجينيرينج، في الابليكيشن التطبيقات العلمية والهندسية، وتحتاج حسابات سريعة جدا. handle very large database، ياخذ بيانات كبيرة جدا، يسوي عليها عمليات حسابية سريعة جدا، ويطلع لي النتائج بأسرع وقت. فهو ياخذ great amount of computation، فهو ياخذ مجموعة كبيرة من البيانات، يسوي عليها عمليات حسابية سريعة جدا، يطلع لي نتائج سريعة جدا. غالبا يستخدم لي الماثماتيكال كالكوليشن، عمليات الحسابية السريعة. مثال عليه الويذر فوركاستينج، يعني أنا أستخدمه أخذ بيانات للطقس من سنوات كثيرة، وأخذ بيانات تأثر على الطقس في السنوات السابقة، وأدخلها الويذر فوركاستينج اللي هو توقع الطقس، فأدخلها في الداتابيس المربوطة بالجهة بالكمبيوتر هذا، وأخليه يسوي عليها عمليات حسابية بحيث إني أطلع التوقعات للطقس للفترة الجاية. يستخدم برضو للانيميتد جرافيكس، يستخدم للدايناميك كالكوليشن، يستخدم للنوكلير انرجي اللي هي الطاقة النووية، ويستخدم في البتروليوم اكسبلوريشن اللي هي التنقيب عن البترول. شاهين 2 اللي موجود هنا في الصورة هو سوبر كمبيوتر، مسمى بشاهين 2، وطبعا كان في نسخة اللي قبله اللي هي شاهين 1. شاهين 2 هذا يعتبر السيفنث fastest، إذن هو السابع أسرع سوبر كمبيوتر في العالم. كم في من معالج؟ في 197,568 معالج، وياخذ 790 تيرا بايت، يعني ياخذ مساحة تخزين كبيرة جدا، ويشتغل بسرعة عالية جدا، ويطلع لي النتائج بسرعة عالية. شاهين 2 هذا وين موجود؟ طبعا الكتاب ما ذكر، لكنه موجود في السعودية، موجود في كاوست كينغ عبد الله يونيفرسيتي للعلوم والتقنية اللي هي ساينس اند تكنولوجي. طيب هذا أسرع كمبيوتر، أكبر كمبيوتر حجما، أكثر قدرة على تخزين البيانات. يجي بعدها المين فريم كمبيوتر. المين فريم كمبيوتر ما زال كبير في الحجم، ما زال يتحمل عدد كبير من البيانات أو مساحة كبيرة من التخزين، لكن يتميز عن السوبر كمبيوتر بشيء، طبعا أرخص منه، لكن هنا ما ذكر. يتميز عنه بشيء، يقول لي comparison، يقول هو ما زال large size، وما زال ياخذ high volume of data processing، يعالج البيانات بشكل كبير، لكن يعالجها simultaneously data processing for hundreds and thousands of users. فهذا هو الفرق بينه وبين السوبر كمبيوتر. السوبر كمبيوتر ياخذ عدد او حجم كبير من البيانات، عدد كبير من البيانات، يسوي عليها عمليات حسابية، يطلع نتيجة بسرعة. لكن المين فريم يستخدم لما أنا عندي بيانات كثيرة يستخدمونها ناس كثيرين في نفس الوقت، users thousands and hundreds of thousands users في نفس الوقت. يعني هنا المثال اللي ذاكرينه اللي هو the Ministry of Interior اللي هي وزارة الداخلية،
وزارة الداخلية عندها مجموعة من التطبيقات، مثال عليها تطبيق أبشر، وبعض تطبيقات الجوازات وتطبيقات الأحوال وغيرها. فأنا لما يدخل علي أكثر من يوزر على هذا التطبيق، ويحتاج كل واحد منهم يسوي يستخدمه بطريقة مختلفة عن الثاني، فأنا أبغى أخدم مجموعة يوزرز آلاف الأشخاص يدخلون في نفس الوقت، يستخدمون بيانات كثيرة مرة، ويسوون عليها عمليات حسابية وعمليات مختلفة في نفس الوقت سنتين يصير. فهنا يكون المين فريم أفضل من السوبر كمبيوتر. السوبر كمبيوتر أنا بطلع عملية حسابية بسرعة على بيانات كبيرة مرة، وبطلع عليها عملية حسابية في أسرع وقت. هنا يكون السوبر كمبيوتر أفضل أداء. فهنا يجي يقول الكومباريجن، اللي هو المقارنة بين السوبر كمبيوتر والمين فريم. المين فريم uses its power to execute many programs، أكثر من كمبيوتر concurrently، في أكثر من program sorry أكثر من برنامج concurrently في نفس الوقت. while بالمقابل السوبر كمبيوتر executes single program much faster as fast as it can. إذن البرنامج الواحد يطلع نتائجه بسرعة فائقة باستخدام بيانات كبيرة مرة، هذا اللي هو السوبر كمبيوتر. أما المين فريم يستخدمه يوزرز كثيرين، مئات وآلاف يستخدمونه لتطبيقات مختلفة، بس إنه في نفس الوقت يقدر إنه يطلع نتائج مختلفة كبيرة، البيانات كبيرة برضو كبيرة مرة، عدد الأشخاص يدخلون في نفس الوقت كثيرين، البرامج مستخدمة كثيرة مرة. فهنا الفرق بين استخدام المين فريم واستخدام السوبر كمبيوتر. يجي التصنيف الثالث، اللي هو المصطلح ميني كمبيوتر. الميني كمبيوتر أصغر حجم من السوبر كمبيوتر والمين فريم، وأقل تكلفة، أقل تخزين، لكنه ما زال يعتبر كبير. فيقول لك smaller في الفيزيكال سايز، وسمول when يستخدم used at small or mid اللي هو الميديوم range servers operating businesses، يستخدم في البزنسز والساينتفك ابليكيشنز اللي تعتبر صغيرة أو ميديم. طبعا هنا لما قال صغيرة يقصد 400 إلى 200 يوزر أو أكثر، هناك قال مئات وآلاف في المين فريم. فلما يكون عندي من 4 إلى 200 يوزر في نفس الوقت، أنا أقدر أستخدم لهم ميني كمبيوتر. طبعا هنا يرجع يقول لي الترم اوف ميني كمبيوتر has diminished، ما عاد صار يستخدم، فأستخدم بداله المصطلح سيرفر. إذا ميني كمبيوتر هو أصغر في الحجم وأصغر في البيانات اللي يعالجها، ويستخدم في الأماكن التجارية أو scientific applications small to medium range. والمصطلح نفسه حق الميني كمبيوتر ما عاد صار مستخدم، صار يستخدمون بداله مصطلح servers. يقول supporting من 4 إلى 200 user simultaneously، يعني إذا أنا عندي مثلا game وأبغى أشغلها كبزنس، وعندي دخل أكثر من 200 شخص، وصار السيرفر ما يتحمل، ترى أنا منين ملزوم إني أروح أجيب مين فريم، لأن المين فريم أكبر بكثير من السيرفر وأغلى بكثير، ومو متوفر زي ما متوفر في السيرفرات. فأنا ممكن أجيب سيرفر ثاني، إذا هذا يتحمل إلى 200 أجيب سيرفر ثاني يتحمل إلى 400، يصير مجموع وهكذا. هذا بالنسبة للميني كمبيوتر. وطبعا مصطلح ميني كمبيوتر زي ما قال هنا أنه صار غير مستخدم أو قل استخدامه كثير، صار يستبدلونه بمصطلح سيرفر. آخر تصنيف من التصنيفات الأربعة المذكورة اللي هو المايكرو كمبيوتر. المايكرو أصغر من الميني،
فالمايكرو مصنف لي او حاط لي امثله عليه، من بينهم الديسكتوب المعروف، الديسكتوب كمبيوتر اللي هو البيرسونال اللي هو الجهاز الشخصي. ليش سموه ديسكتوب؟ لانه ينحط على سطح المكتب اللي هو على طاوله المكتب. يقول لك فيت اون ديسك، اذا يكفي مساحته مساحه المكتب. ديزاين انه ينحط في اللوكيشن وما يتغير، والسايز والباور حقه يكفي شخص واحد. اللابتوب يعتبر برضو مايكرو كمبيوتر، لكن الفرق بينه وبين الديسكتوب انه بورتبل، محمول تقدرين تروحين فيه تحطينه معك، مو انه لازم ينحط على الديسك. البورتبل كمبيوتر اللي هو اللابتوب انتجريتد، دامج بين السكرين اللي هي الشاشة والكيبورد، مو زي الديسكتوب الشاشة الحال والكيبورد الحال نشبكهم بالجهاز. وجنرالي عادة يكون smaller than الديسكتوب ولارجر than النوت بوك. النوت بوك هنا صنفه مع هذا التصنيف، حط البالم توب والديجيتال دايري والنوت بوك والبيديز. وبرضه هنا في التصنيف الأخير يعتبر تصنيف يشمل الهواتف الذكية اللي هي سمارت فونز. ليش؟ لأنها هي على هاند سايز، على حجم اليد، كمبيوترات على حجم اليد، ويكون ما فيها كيبورد خاص فيها، يكون فيها سكرين. السكرين هذه تشمل input و output device، نقدر ندخل منها لأنها touch، ندخل منها البيانات وتطلع عليها المخرجات. نتكلم الآن عن الكمبيوتر peripheral devices. زي ما قلنا قبل شوي، البريفرنس اللي هي الملحقات اللي موجودة على الجهاز واللي مشبوكة بالجهاز، وتصنف على حسب الخدمة اللي تسوي لي إياها، هي input ولا output. ال input devices اللي يدخل فيها البيانات، ال output devices اللي تخرج البيانات أو المعلومات. فمثال على ال input devices: الكيبورد اللي هي لوحة المفاتيح، الماوس، الفأرة، والسكانر اللي هي الماسح الضوئي. فأنا لما أدخل المستندات حقتي في السكانر تدخل للجهاز على أساس على الجهاز الكمبيوتر على أنها input، فهي bring data into the system. طبعا يسوي عليها process by system unit اللي بنشوفها بعد شوي، وبعدين تعطيني provide the end user output باستخدام the output devices. المونيتور نفسها سكرين لكنها مصطلحين مختلفين لنفس الشيء اللي هو عبارة عن الشاشة. البرينتر الطابعة، والسبيكر. السبيكر المقصود فيه هنا السماعات، لأنها output تطلع لي الصوت. إذا أنا أبغى أخذ الصوت as an input أستخدم الميكروفون، الميكروفون input device. طبعا عندي system unit. السيستم يونت زي ما احنا شايفين الصورة هنا عبارة عن الجهاز اللي فيه المعالجة للبيانات، known as system cabinet اللي هي الكابينة هذه حقت الكمبيوتر. طبعا هنا وش تحتوي عليه؟ contain المذر بورد والcentral processing unit CPU، اساسا هذا موجود في المذر بورد، والميموري يونت برضو في المذر بورد. فالمذر بورد هنا المين برينتد سيركت بورد سيستم، هذا اللي متكونه منه. كوميونيكيت بين ماني الكترونيك كومبوننتس اوف ذا سيستم، بروفايد كونكتورز فور ذا بريفيرالز. اذا هي اللي تشبك فيها البريفيرالز، وهي اللي موجود فيها السنترال بروسيسنج يونت، وهي اللي موجود فيها الميموري يونت الاساسيه. لذلك المذر بورد تسمى الهارت اوف ذا كمبيوتر. فالان احنا عندنا في الكتاب ذاكر لي البرين اوف ذا كمبيوتر اللي هو السي بي يو، اللي موجود في الهارت اوف ذا كمبيوتر اللي هي المذر بورد. السي بي يو اللي هو السنترال بروسيسنج يونت كنترولز، يتحكم بالانستركشنز اللي هي الاوامر اللي تعطيني اياها او تدخل عن طريق الانبوت والاوتبوت ديفايسز تو بروسيس البيانات اللي موجودة، ولذلك يسمى البرين اوف ذا كمبيوتر. ونذكرت مرة ثانية السي بي يو كونسيست اوف، في جوا السي بي يو في
في وحدتين، في الوحدة الأولى اللي هي الوحدة الخاصة بالأرثمتيك لوجيك يونت، والوحدة الثانية اللي هي الكنترول يونت، وكل وحدة لها اختصاصها. الأرثمتيك لوجيك يونت اللي هي ALU تختص بأرثمتيك من الماثماتيك اللي هو الرياضيات، اللي هي العمليات الحسابية اللي هي عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة. لوجيكال اللي هي العمليات المنطقية اللي هي أقل من أصغر من يساوي أو لا يساوي. لما تكون الانستركشنز عبارة عن عمليات حسابية أو عمليات منطقية، السي بي يو يحولها للأرثمتيك لوجيكال يونت اللي تتعامل معها. لما تكون الانستركشنز اللي موجودة أي شيء آخر غير اللي تستخدم لها الأرثمتيك لوجيكال يونت، يحولها للكنترول يونت to deal with. So the rest of computer instructions تتحول لي السي يو اللي هي الكنترول يونت. الأخير آخر جزء من الكمبيوتر اللي هو الميموري ديفايسز اللي هو الذاكرة. الذاكرة هنا مقسم لي إياها الميموري ديفايس stores data تخزن البيانات and programs برضو تخزن لي البرامج اللي موجودة، يعني نظام التشغيل الويندوز مثلا في الكمبيوترات، او نظام الماك او اس اللي موجود على اجهزة الماك، او الاي او اس اللي موجود على الايفون، او الاندرويد اللي موجود على بعض الهواتف الذكية، هذا مخزن في الذاكرة في الميموري. الميموري يقول لك تتقسم الى نوعين temporary permanent. temporary يعني مؤقتة، البرمننت يعني ثابتة. الميموري فيها برايمري أساسية وفيها سكندري ثانوية. البرايمري الأساسية تسمى المين ميموري، فالبرايمري برضو تسمى الميموري. هذه consist of تتكون من الرام والروم. الرام هنا ذكرت لك إياها random access memory، الروم read only memory. هذول الثنتين الراندوم access memory هذول الثنتين تتكون منهم المين ميموري. الراندوم access memory اللي فيها الانستركشنز اللي يتعامل معاها السي بي يو. الريد اونلي ميموري الروم اللي فيها الانستركشنز اللي تشغل لي الجهاز اصلا، فهذه مخزنه في كل مره يشتغل الجهاز تشتغل، اول ما يخلص خلاص. اذا هذه permanently ثابته، هذه الرام temporarily. السي بي يو يستخدمها بعد ما سكر الجهاز تروح كلها ما تنحفظ، اذا هي تنحفظ فتره مؤقته بس، بعد مجرد ما اسكر الجهاز تختفي. لكن في شيء اسمه secondary storage، الميموري اللي تعتبر secondary storage تعتبر permanent. ليش؟ لانها تقعد لفتره طويله تتخزن. طيب secondary storage هذه تستخدم ايش؟ تستخدم لي الانفورميشن انها تتخزن permanently دائما بشكل دائم، فاستخدم فيها الديفايسز هذه اللي هي ال HDD اللي هو مقصود فيها هارد ديسك درايف. الهارد ديسك اللي موجود في الجهاز هو اللي اخزن فيه البيانات حقتي، واللي اخزن فيه الصور حقتي، اخزن فيه الفيديوهات الدوكيمنت عندي. اذا هو عباره عن permanent storage، وبرضه يسمى secondary storage او permanent memory، وهو عباره عن secondary storage. الدي في دي، السي دي، الفلاش درايف، الميموري كارد، كلها عباره عن secondary storage permanently ثابتة فترة طويلة ما تنحذف. التمبراري اللي هي الرام اللي موجودة في البرايمري ميموري، والبرايمري ميموري فيها الرام والروم. بكذا إن شاء الله نصير خلصنا شرح سيشن 1 من شابتر 1. في عندنا في نهاية كل سيشن بعض الأسئلة والإجابات موجودة عندكم. في نهاية السيشن راح يكون في عندي رسم بياني يوضح الجزئيات اللي شرحناها. في
في البداية شفنا مقدمة واتس كمبيوتر وتعاريف للكمبيوتر، شفنا تاريخ الكمبيوتر والتصنيفات للأجيال الخمسة اللي موجودة، وكل واحد وش كان يستخدم، التواريخ من متى بدأ متى انتهى، فيتشرز في الكمبيوتر المميزات شفناها للكمبيوتر، كيف يشتغل الكمبيوتر والدمج بين الهاردوير والسوفتوير والبرفيرالز الموجودة، التطبيقات للكمبيوتر اللي قلنا أن كل واحد منهم راح يكون في شابتر كامل يشرحه، Classification of computer، التصنيفات للكمبيوتر على حسب الحجم والأداة. شفنا أول تصنيف كان السوبر كمبيوتر، وكان أسرع في عمليات الحسابية للبيانات الكبيرة وأكبرهم حجماً وأكثرهم تكلفة. يجي بعده المين فريم اللي شفنا انه يسوي عمليات كثيرة في وقت واحد، يستخدمه مئات بل الاف اليوزرز في نفس الوقت على ابليكيشنز مختلفة، وطلع لي نتائج سريعة جدا. حجمه اصغر من السوبر كمبيوتر لكنه يفرق في استخدامه عنه. شفنا بعدها الميني كمبيوتر اللي قلنا هذا المصطلح ما عاد يستخدم، صار يستخدم بداله مصطلح السوبر كمبيوتر، سوري يستخدم بداله مصطلح السيرفرز، وشفنا ان السيرفرز نقدر نستخدمه من 4 اشخاص الى 200 شخص، ونقدر ان احنا نجيب سيرفر ثاني ونشبكه على نفس البروجرام او نفس الجيم مثلا وغيره. شفنا آخر تصنيف من الكمبيوترات اللي هو المايكرو كمبيوتر اللي يدخل من ضمنه الجهاز الشخصي، الكمبيوتر اللي على سطح المكتب، الجهاز اللابتوب، جهاز الهاتف الذكي، وجهاز البالم توب، وجهاز النوت بوك وغيره. في الأخير شفنا الكمبيوتر بريفرنس ديفايسز اللي تنقسم إلى هذه 3 أقسام، الانبوت اوتبوت ديفايسز، وشفنا معناها وش تعني وكيف ندخل منها البيانات وكيف تخرج البيانات. شفنا السيستم يونت وش تتكون منه، وعرفنا البرين اوف كمبيوتر اللي هو السي بي يو، وعرفنا الهارت اوف كمبيوتر اللي هي المذر بورد، وشفنا الميموري ديفايسز وتقسيماتها، البرايمري ميموري والسكندري ميموري، والبرايمري اللي هي المين وفيها الرام والروم اللي يستخدمها السي بي يو، الرام وهي عبارة عن تمبرالي مؤقتة وتختفي بمجرد ما نسكر الجهاز او تنتهي من استخدامها، والروم اللي موجود فيها الانستركشنز اللي تفتح للجهاز اساسا، وهذه اللي تتكون منها المين ميموري، والسكندري ميموري اللي هي زي الهارد درايف، الهارد ديسك اللي موجود عندي في الجهاز اللي يخزني الدوكيومنتس، ومثال عليها الدي في دي او السي دي او الفلاش اللي احنا نعرفه. وبكذا ان شاء الله نصير خلصنا سيشن 1، وشكرا لكم.